عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوسف التهامي وفانا امام والناس اللي دخلت بقى على صفحاتنا على سوشيال ميديا اكيد عرفت ان احنا معانا النهارده فنانه هي يعني وجه جديد او مش وجه جديد بس يعني بنحب نجيب لكم الفنانين الشباب الصغننين اللي لسه بيبتدوا وبيلفتوا الانظار في ادوار ليهم كتير جدا. معانا النهارده جودي مسعود. صباح الفل عليك يا جودي. صباح النور. عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ ازيك يا جودي؟ الحمد لله منوره الدنيا كلها ومبسوطين ان انت موجوده معانا النهارده في حلقه الويك اند من عيش صباحك. وعايزين نبتدي نعرف الناس اكتر بقى. بدايتك كانت ازاي انك تخشي الوسط الفني؟ طيب انا عادي كنت بروح كاستين كتير جدا تمام وما كنتش بيجيلي اي حاجه، ما كانش بيجيلي عروض خالص ولا كان بيجيلي اي حاجه. وبعد كده جالي كذا اوديشن في الاول مع فنانين اللي هو ما يعرفوش دلوقتي اصلا ان انا مثلت معاهم. في الاول كنت بترفض على الحاجات الاولانيه يعني كنت مع نفس الممثل اللي مثلت معاه وبس كنت بترفض في الاول. فروحت كذا اوديشن وما اتقبلتش وابتديت بقى احبط جدا، بس مع الوقت بقى ابتديت خلاص اللي هو كمان الدنيا تهدى ما يجيش اصلا اوديشن فابتديت انسى الموضوع. بعد كده جالي اوديشن مفترق طرق عملته الحمد لله. ما كنتش متوقعة خالص ان انا يعني يجيلي دور زي ده لان هو كان كبير قوي. بعد كده الحمد لله يعني جالي الدور ده بعد الاوديشن وبصراحة كنت عملت اللي عليا فيه وده احلى مسلسل عملته تقريبا في حياتي كلها. يعني حياتك انت لسه حياتك بتبتدي لسه احنا ده احلى مسلسل في حياتي. لكن لا بنبارك لك اكيد عليه وان شاء الله بالتوفيق بقى في الخطوات اللي جاية اللي هتكون اهم. يعني انت بتقولي ان مبسوطة طبعا انك شاركتي في عمل زي ده، الاهم دايما في الحاجات دي ان انت تكملي بقى ان شاء الله على كده باذن الله. عايز اعرف بس في الاول كده برضو انت دراستك ايه، ليها علاقه بالتمثيل ولا حاجه بره التمثيل؟ لا انا لسه في مدرسه. بس كده في مدرسه؟ اه انا لسه ثالثه ثانوي. طب ناويه بقى تتخصصي في التمثيل جدا ولا حابه ان انت لا في حاجه تانية تبقى بجانب التمثيل انت حابه تعمليها؟ هو انا لسه محددتش، يعني كنت بفكر ان انا خلاص انا بمثل ابقى حاجه تانية ان شاء الله يعني في شغلي بعد كده حاجه بعيد عن المجال اصلا. أوكي. بس برضو لسه بفكر يعني حاسه عايزه اخش اعلام حاجه حاجه كده يعني، بس لسه في تفكير على الموضوع يعني. يعني انت فكرك في الميديا عامه؟ اه بالظبط. اوكي حاجه ليها علاقه. وانت شايفه ان هو بتمشي في طريق موازي عشان خاطر لو اللي انت عارفه ان اكيد موضوع التمثيل ما بيبقاش شيء مضمون قوي بالظبط، فهل انت حابه تمشي في طريق موازي عشان خاطر يبقى عندك بلان بي او ان هو يبقى حاجه جنب التمثيل؟ هو انا في الاول كنت عايزه حاجات فيها طب وحاجات كده، بس انا دخلت ادبي. كان نفسي طب بس دخلت ادبي. ايوه بالظبط. أيوة انا دخلت ادبي فانا مش يعني ولا عايزه اخش بيزنس ولا عايزه اخش الحاجات دي. يعني انا حاسه برضو ان انا مفيش اوبشن قوي قدامي غير اعلام والحاجات دي، فقلت خلاص يعني لو مثلا حاجه في اعلام مضمونه زي مثلا اخراج او كده انا ما عنديش مشكله. بتشوف يعني ان الاعلام الاخراج مضمون؟ مضمون. طريق برضو بيبقى صعب لان هو بيبقى فيه بس حلوه الثقه دي. حلوه يعني عجباني الثقه ان هي حابه الموضوع. برافو عامه. برافو. طب عايزين نتكلم عن تيتا زوزو طبعا، يعني مع الجميله اسعاد يونس ومعروف عنها ان هي بتحب تتبنى الوجوه الجديده والفنانين الشباب وكده. احكي لنا يعني الترشيح جه ازاي مبدئيا؟ اوكي. والتعامل بقى مع الاستاذه اسعاد يونس؟ هو انا كده كده كل حاجه بخشها باوديشن عادي. فانا عملت الاوديشن ده اول مره وعملته بصراحه عملت اللي عليا فيه. بعد كده جالي بعدها ان انا اجي تاني اعمل اوديشن، فروحت أوكي. تاني عملت اوديشن بعدها مثلا بيومين ولا حاجه. وبعد كده بعدها بقى وانا مثلا تاني يوم كنت في الطريق رايحه في حته جالي مكالمه ان انا خلاص اتقبلت وكده يعني الحمد لله. ف
ابتديت بقى احس ان انا اقف قدام استاذ الاسعاد دي حاجه كبيره. حاسه ان انا واقفه قدام حد كبير قوي ويعرف حاجات ومعلومات كتير ويعرف ناس كتير وانا حاسه ايوه فانا حاسه ان انا قدام حد كبير قوي وكده. يعني كانت حاجه كنت خايفه كنت خايفه قوي يعني. بس يعني بجد هي شخصيه جميله وطيبه وكيوت قوي ان انا خدت كمان عليها بسرعه وحبيتها قوي وبجد ضايقت قوي بجد. وهي عارفه ده ان انا يعني كنت بجد بخلص المسلسل في الاواخر كنت بجد متضايقه. بس كل كواليسي معاها انا بحبها وفاكراها عمري ما هنساها. تفتكري حاجه معينه قالتها لك مثلا نصيحه او حاجه علقت معاكي او حاجه هي كانت بتعملها وحسيتي اللي هو انا عايزه اعمل كده يعني حاجه اتعلمتيها منها؟ اوكي اتعلمت منها ان هي مبدئيا فاني جدا تمام. هي فاني في الكواليس وفي حاجات كتير جدا مثلا في السكريبت هي بتزودها من عندها فاحنا ممكن نضحك في المشهد. فانا يعني اتعودت ان ممكن اقول حاجات في المشهد مش مكتوبه عادي ممكن اهزر انا من نفسي عادي ممكن يطلع دمي خفيف برضو عادي. فانا بشوف ان هي في حاجات في دماغها ممكن تقولها للمخرجه وعادي تعجب المخرجة وانا برضو اعملها. فمش دايما امشي على سكريبت يعني انا عارفة ان دي حاجة كويسة برضو ان انا امشي على سكريبت بس ان انا برضو يجي في دماغي فكرة ارشحها للمخرجة فهي توافق عليها دي حاجة كويسة جدا. حلو ان يبقى فيه المساحة والمرونة عند المخرج ان هو يدي للفنانين اللي شغالين معاه ان هم يأدوا الدور بطريقتهم هم عن ما يلتزموا بالسكريبت بحذافيره بالظبط عشان ما يبقاش ايوه بالظبط ما يبقاش جد قوي كده فعلا كده. طيب فكرة ان انت تشاركي الفنانة اسعاد يونس طبعا حاجة عظيمة واكيد بنبعت لها أكيد. تحياتنا من هنا. سؤال فانا كان قصدي عليه ان هو اكيد في حاجة معينة انت تعلمتيها منها من معيشتك معاها بقى خلال الكواليس في المسلسل في حاجة خدتي بالك منها بتعملها عايزة انت تكملي عنها كده عشان توصلي للمكانة اللي هي فيها؟ يعني انا خدت بالي رغم ان هي بجد يعني تعرف حاجات كتير جدا وموجودة في المجال من كتير قوي هي لسه متواضعة ولسه بتحب تنشر حب وحنان ما بين الناس اللي موجودين عشان هم ياخدوا عليها ويحبوها لا اراديا. يعني انا بحسها كويسه مع ده وكويسه مع ده وطيبه مع ده. يعني في ناس ممكن دلوقتي اللي هو مثلا حتى ممكن ما يكونش قديم في المجال ممكن يبقى رخم مع الناس ممكن يبقى تنك. لا هي بالعكس هي اكتر واحده بتوزع حب وحنان في المكان وتحضن ده ومش عارف ايه وتبقى لذيذه مع ده وتهزر مع ده وتبقى متواضعه وشكرا كل حاجه. بجد اتعلمت منها ان انا افضل على الحته دي طول عمري عشان ما انزلش عن الحته اللي انا وعشان كده هي وصلت للمكانه اللي هي فيها دي واحده بالزبط. من اساطير الدراما والسينما المصريه الفنانه اسعاد يونس طبعا بنبعت لها تحياتنا هنا من نجوم اف ام. ولسه مكمله معانا بقى جودي مسعود اللي منورانا ومشرفانا النهارده. اللي حابب يوجه لها اي سؤال يبعت لنا على 015 5952006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهاني برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. جودي مسعود هي لسه ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا النهارده في حلقه يوم الخميس من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وجودي كنا لسه بنتكلم بره الهوا على البدايات بقى ما قبل الكاستنج والاوديشنز والحاجات اللي كنت بتروحيها في الاول وبتترفضي ومره مره لا والكلام ده كله. انت ابتديتي اصلا من السوشيال ميديا وضحي للناس بقى لان في ناس كتير قوي دلوقتي شايفه ان السوشيال ميديا هي اقصر طريق ان هي تخش بيها الوسط الفني يعني. اوكي انا اصلا ما كنتش عايزه امثل خالص بس كنت بعمل تيك توك كتير قوي كنت بدمنه يعني كنت بحب اقعد اعمل تيك توك حتى لو مش بنزلهم كنت اقعد اعمل تيك توك ليب سينكينج مثلا على فيديو فيه تمثيل مثلا لمسلسل وابقى بمثل بجد مش اللي هو واحده بتعمل تيك توك وهتنزله خلاص لا كنت بمثل فيه قوي. فمع الوقت كده لقيت كومنتس اللي هو طب ما تمثلي ده انتي رهيبه مش عارف ايه وانا بقى ما اقتنعش اصلا كنت اللي هو لا مش الدرجات دي يعني. بعد كده اهلي بقى ابتدوا يشجعوني طب بجد ما تجربي يعني روحي اعملي كاستنج وروحي اعملي اوديشن يعني ليه ممكن تتقبلي ممكن تبقي فعلا عايزه تمثلي وانتي مش عارفه اصلا تجربي. فالحمد لله يعني جت معايا جت معاكي من ان انت كان عندك الموهبه او واخداها اللي هو انت يعني حاجه بتحبي تعمليها بالظبط بس الناس هي اللي شجعتك واهلك طبعا قالوا لك يلا بينا. أيوه. وكده بالظبط. طبعا انت قلتي في وسط الكلام ان مسلسل مفترق طرق من اهم يعني اهم مسلسل عملتيه في حياتك طبعا كان معاكي نجوم كبار جدا احكي لنا برده كواليس المسلسل ده يعني انت كنت طالعه في دور زينه ايوه بنت صبا مبارك هند صبري هند صبري ايوه هند صبري وماجد المصري كنت
الاول بقى انا ده كان يعتبر اكبر حاجه يعني لو اول حاجه اعملها مع ممثلين كبار ومساحه دور كبيره وقصه وكده. فانا كواليسه بالنسبه لي يعني احلى كواليس كانت اللي هي في البيت يعني كان كل حاجه كان في خارج كتير بس في الخارجي ما كنتش بعرف يعني عامه ده انا فعدت يعني ان انا في الخارجي ما بعرفش قوي اتعود على الناس اللي في اللوكيشن كممثلين او كرو يعني بحس ان انا مش عارفه اخد عليهم قوي لما بيبقى مثلا في لوكيشن بيت لا بيبقى في حاجات كتير قوي يعني مثلا مفترق طرق مش فاكره منه حاجه قوي ان هو بجد كان من سنتين وانا بجد مش فاكره منه اي حاجه يعني لما بشوف المشهد انا عملت المشهد ده امتى بجد كنت بتفرج مش فاكره انا بجد مش فاكره حاجه والله خالص سنتين ده حاجه قريبه المفروض لا بجد كنت اشوف المشهد انا عملت المشهد ده امتى واللبس ده امتى واقعد افتكر طب الكواليس بجد مش فاكره اي حاجه فيه بس انا كنت بحب جدا استاذ هند صبري وماجد المصري واستاذ ماجد المصري اتعلمت منه كذا حاجه واستاذ هند صبري طبعا فانا الكواليس بالنسبه لي كانت حلوه برده حتى اللي هو الشباب اللي كانوا معايا زي يوسف سليم الترك والناس دي كانوا برضو اللي هو احنا كمان سافرنا فهتعودنا على بعض شهرين بنشوف بعض بننام بنصحى بناكل بنزعل بنبسط كلنا مع بعض فحتى نيجي مثلا لوكيشن احنا النهارده عملنا كل حاجه نفس هي احنا بنيجي نخرج من الاوتيل نروح على التصوير احنا مع بعض احنا زهقنا من بعض بجد يعني كان بجد كواليس لذيذه قوي بالنسبه لي ولسه بكلمهم كلهم لحد دلوقتي يعني طيب جودي يعني انت قلتي سنك بره الهواء تحبي تقوليه على الهواء ولا لا لا عادي لا هي عرفي الناس كده انت سنك كام انا عندي 17 سنه 17 سنه فانت لسه في ثانويه عامه في ثالثه ثانوي خلاص كده صح يعني بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله عجبني جدا وانت بتقولي لما الناس الكومنتس شجعتك على التيك توك قلتي جمله مهمه جدا قلتي واهلي كمان شجعوني طبعا عايزين نبعت تحيه لوالدتك واللي جايه معاكي واختك النهارده منورينا احكي لنا على اهميه دعم الاهل لموهبة شابة في سن بالنسبة لكل الأهالي سيب الرياضة اللي انت او ركز اكتر في التعليم فركز سيبك من موهبتك سيبك من الغنى سيبك من التمثيل بيبقى بيقول لك اعمل ده في وقت فراغك بس اهم حاجة عندنا والأولوية بتبقى في الدراسة أيوه. احكي لنا كنتوا بتوفقوا المعادلة دي ازاي هو اصلا دي كانت المشكلة في الاول هم كانوا بيشجعوني وكانوا اللي هو انت لازم الاثنين يبقوا نفس البالانس يعني ما ينفعش ده يقل وده يعلى او العكس فهو لازم الاثنين يبقوا نفس البالانس بتذاكري كويس وفي نفس الوقت بتمثلي فانا كنت في الاول خايفه شويه لان انا بشوف ان التمثيل ده لود جامد قوي بتعب قوي كحفظ قبلها بيوم وقت ومجهود ذهني جدا أكيد. ومع نفس الوقت مثلا مدرسه وصحيان بدري ممكن ابقى راجعه من التصوير الفجر اروح المدرسه بعدها بساعه ممكن بجد بيبقى ارهاق قوي بس عرفت اوفق بين الاثنين يعني اخلص دراستي بعد كده ممكن اروح التصوير عادي جدا وارجع وكان الحمد لله بعرف يعني اوفق بين الاثنين اللي هو مثلا انا عندي بكره امتحان ممكن اروح النهارده مثلا بدري فتظبطوني مثلا جدول النهارده عشان بجد الوقت صعب وانا بخاف يعني انا بخاف بجد فيعني وكمان دعمهم ليا بيبقى مهم قوي في اوقات معينه يعني مثلا ما بتعب قوي بحس ان لا انا مش قادره اكمل بجد باجي اقول لهم كده انا مش عايزه مش قادره اكمل يعني زهقت مش قادره تكملي تعليق دراسه إيه؟ ولا مش قادره اكمل تمثيل اوكي خالص يعني بحس ان انا خلاص تعبت قوي كل يوم تصوير اكتر من 14 ساعه وحفظ ومشاهد صعبه كنت باجي بجد بقولها كتير قوي انا مش قادره اكمل لا مش هتكملي وانا بقى اللي هو ليه الاصرار ده ممكن مثلا اوديشن يجي لي واقول مش قادره اعمله بقى يعني ان شاء الله يجي لي حاجه احسن وبتاع بقى كده يقولوا لي لا هتروحيه واروح ممكن في مره بجد اندم ان انا ما روحتش الاوديشن ده او ما يعني ما جاتليش الفرصه دي عشان انا بس كنت تعبانه يعني دي بقى حاجه يعني بس اسمها ايه بس تقل بيها قوي اللي هو ايه يعني لما اوديشن يروح مني ودور يروح مني وممكن يطلع دور عمري اصلا يعني بجد بصي هو كده كده الاوديشن اللي ما يجيلكيش خلاص هو ده مش بتاعك أكيد. يعني لان اكيد الموضوع ده وفي سنك دلوقتي وانت عندك التزامات في المذاكره وكده اكيد الموضوع هيبقى ضغط نفسي رهيب ده ممكن يأثر على ادائك في دور أيوه. يعني تتقبلي في حاجه بس انت مش جاهزه نفسيا ان انت تخشي في الموضوع ده بس انت بتقولي ان انت عارفه تعملي البالانس ايوه بالظبط هل ممكن يكون عندك يعني لو في بقى ايه للاسف لو عندك امتحان مهم جدا وجالك دور مهم قوي هتعملي ايه في اللحظه دي عبت احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده النهارده بس يعني مش عارفه يعني حاسه انا يعني بجد مش عارفه انا فعلا مش عارفه ما اتحطيتيش في الموقف لا مش عارفه اتصرفي انا يعني انا ما اتحطيتش في الحته دي خالص يعني ممكن كان مثلا جاتلي كان عندي مسلسل له علاقه مشروع بصوره في وقت امتحانات اخر السنه كنت بروح الامتحان
اخلصه على طول. ممكن اللي هو مثلا مدرسه اللي هو ما يطلعوناش غير بعد ساعه، لا انا اطلع قبل الساعه دي عشان انا ورايا مش عارف مش تصوير وحاجات كده. فاللي هو ما اتحطيتش في موقف ان انا عندي الاثنين في نفس الوقت حرفيا، لا اللي هو يا ده يا ده تختاري بين ده وده. لا ان شاء الله ما تحطيش في الموقف ان شاء الله. اكيد الاختيار هيكون صعب جدا. طيب جودي انت لسه في المدرسه، انت لسه ما درستيش تمثيل صح؟ لا. اوكي خدتي ورش؟ لا برضه. فدي كلها موهبه بيور فترية. موهبه كلها على طول. طيب ناويه الفتره اللي جايه بقى تنمي الموهبه دي بشويه دراسه تمثيل مدارس مختلفه في التمثيل في الحاجات دي كلها، فتلجأ للورش؟ اكيد يعني حاطه في دماغي انه بس كل حاجه في وقتها. يعني انا مثلا دلوقتي عندي حاجات طبعا اللي هو دروس ثانويه عامه الحاجات دي، يعني انا مش ما اعتقدش ان انا هعرف اوفق بين الاثنين خالص، بالذات ان في ثانويه عامه بقعد 3 4 ساعات اذاكر، فازاي هعملها دي؟ انا اصلا هبقى تعبانه بعدها. فانا شايفه انه اخلص السنه دي واعمل اللي انا عايزه بعدها عادي، اشوف بقى هدرس تمثيل هروح ورش، بس حاطه في دماغي ان انا اروح ورش تمثيل. جودي ايه الادوار اللي بتبقي نفسك تعمليها قوي، نفسك تتعرض عليكي الادوار من النوع ده؟ اكيد في الموضوع ده كتير قوي، بس في ناس مش مقتنعه بيه، بس انا شايفاه فيا قوي اللي هو مثلا مافيا بوس او حاجه فيها اكشن. مين البوس؟ ثانيه واحده. انت المافيا بوس؟ تخيلي. انا اصلا دي اصلا الافلام اللي دايما بتشدني، يعني احب اتفرج على حاجات اللي هي خيال علمي اكشن مش عارف قتل وحاجات غريبه كده، بحب اتفرج عليها وما بحبش بقى الافلام العاديه قوي دي، عايزه حاجه سسبنس كده بالظبط، كده حاجه فيها تشويق واثاره البنت عايزه حاجه فيها فرهده. طب انا اقول لك على حاجه، انت حظك حلو طبعا ان انت مبتديه بالكارير الفني بتاعك من سن صغير، ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب وكل حاجه. بس في فنانين كتير قوي ظهروا في اوقات كانوا هم صغيرين، وبعد كده الموهبه دي دلوقتي تشوفيها خلاص بقينا نشوفهم بس على التيك توك. يعني انت ابتديتي يعني الموضوع بالنسبه لهم بقى بالعكس، طلعوا في افلام وطلعوا وجسدوا دور صغيرين مش عارف ايه مع احمد حلمي طبعا ما شاء الله طلع اجيال كتير جدا، وبعد كده المواهب دي خلاص بقينا نسمع عنهم على التيك توك يعني على السوشيال ميديا. انت العكس، ابتديتي السوشيال ميديا ورحتي للوسط الفني، تعملي ايه بقى عشان تحافظي على نفس المستوى اللي انت ابتديتي عليه؟ انت ما شاء الله وقفتي قدام فنانين كبار، فازاي بقى تحافظي على المستوى ده في السنين اللي جايه؟ انا شايفه ان انا في الحته دي ممكن لو ما وصلش المرحله ووقف بقى اللي هو خلاص بقى افتكرها لعبه، يعني اللي هو يلا روح التمثيل ممكن ما اروحش حافظه وابقى واثقه جدا في نفسي واروح ابوظ الدنيا عادي. فانا شايفه ان انا اقعد انمي من نفسي يعني ما استهزقش بالحاجه، واحفظ كويس وافضل على المستوى ده وانمي نفسي، مش انزل. انا لو فضلت انزل مش هوصل بجد. تشتغلي على نفسك طول الوقت بالظبط. ايوه ان هو مش هوصل لمرحله كويسه واقول انا خلاص كده عملت اللي عليا، لا برضو مش هينفع ده خالص. لا لازم اقعد اشتغل على نفسي وانمي من نفسي عشان كمان احس ان في حاجات بتطلع مني انا ما كنتش عارف ان هي ممكن تكون فيا اصلا. بس فانا شايفه ان افضل اعلي من مستوايا، ولو حتى مش اعلي منه افضل في المستوى ده عشان ما اقلش. انا لو قلت بجد الدنيا هتبوظ، لان شفنا مواهب كتير جدا ظهرت صغيره ودلوقتي ما بنسمعش عنهم غير دايما فاكرين فنانه فلانيه، وبعد كده بيطلع البوستات اللي هي بتاعت حد عايز يشوف مش عارف مين اللي كان طلع في الدادة دودي من 15 سنة. ونشوفه دلوقتي صورته والناس تقول له ايه ده مش يعني الحاجات دي كلها. فمحتاجة انك طبعا زي ما انت كنت بتقولي تتركزي بشكل معين، ما تبقاش الموضوع لعبة، وان شاء الله ربنا يوفقك. احنا لسه مكملين معاك ولسه منورانا ومشرفانا الفنانة الشابة الصاعدة جودي مسعود. اللي حابب يبعت لها اي سؤال يبعت لنا على 015-595-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. جودي مسعود لسه منورانا هنا في الاستوديو، جايلك مسجز كتيرة جدا. بقى في محمد مسعود بيسألك بيقولك مين أكتر فنان نفسك تمثلي معاه؟ أكتر فنان نفسي أمثل معاه هي بنت نفسي أمثل مع ياسمين عبد العزيز جدا جدا، بحبها قوي من زمان. اتفرج على أفلامها، بحب تمثيلها إن هي بتعمل كل حاجة، بتعمل دراما بتعمل كوميدي وشاطرة في كل حاجة، يعني هي عارفة تحافظ على ده. وبحب استاذ احمد عز جدا برضو، بحب الافلام الاكشن بتاعته كلها. انت نفسك في الاكشن والعارف والحاجات دي بحبهم قوي يعني. وجه تحيه لبابا حبيبي ده. طيب ان شاء الله يحصل يعني مشاركه في يوم من الايام ان شاء الله. ايه الدور اللي انت ممكن ترفضيه
تحس انا مش هعمل الدور ده. الدور مش ان انت الفترة دي ما ينفعش تمثلي فيها او حاجة، الدور طبيعة الدور نفسه ما تمشيش معك. لما ممكن احس ان هو مثلا مش لايق عليا زي ايه، او انا مثلا حاسة انه مش هيطلع بالطريقة اللي مكتوبة في السكريبت ايا كان ايه هي، ممكن لا مش حساني في الدور ده، مش ممكن الناس تبقى متخيلة في حاجة في حد تاني، وانا مثلا انا شخصيا مش متخيلة فيا انا، فهرفضه مش هحبه مثلا. حتى لو كان دور كبير وحاسه ان هو هينقلك نقله، يعني ممكن تبقي اللي هو حاسه امتى تحسي ان الدور ده انت مش حاساه او مش شايفه نفسك فيه؟ ممكن مثلا والله ما عارفه بجد مش عارفه يعني. هو فكره ان يعني ما فكرتش في الحته دي قبل كده، يعني اقول ان هو انا لو رفضت دور هرفضه على ايه يعني، بس حاليا هترفضيه لو حاسه ان هو صعب مثلا عليكي او انك مش قادره تخشي في الكاركتر ده؟ بالظبط ايوه، يعني ممكن احس ان انا مش عارف اطلعه زي ما هو مثلا في دماغي، يعني بيحصل معايا كتير بس مش بالطريقه دي، يعني لو دور كامل ما اعتقدش ان انا هحب اعمله يعني. يعني مثلا ممكن اشوف سكريبت مثلا دور وحصل معايا كذا مره، اقول اللي هعمل الدور ده بجد هيكسر الدنيا، والاقي مثلا حد عامله ما يطلعش زي ما كان في دماغي بالظبط بجد، يعني ممكن ما يطلعش حلو زي ما مكتوب في السكريبت، فهو لازم ننقي الناس للحاجه دي. بس اتفرجتي على حاجة قريب وحسيتي انه في دور لفت نظرك كده لو الله انا كان نفسي اعمل الدور ده؟ كان نفسي اعمل الدور ده مش بالظبط، بس انا مثلا بحب مسلسل موضوع عائلي جدا ونفسي ابقى في بارت منه قوي قوي بجد، يعني هما بالنسبة لي مسلسل لما بحس انا متضايقة عايزة اتفرج عليه، فانا بحس انا عايزة ابقى بارت منه قوي قوي، يعني عايزه ابقى جزء من العيله دي بالظبط، حتى لو شخصيه جديده، يعني انا شايفه انه لا بجد مسلسل حلو قوي وانا بحبه قوي، عايزه ابقى بارت منه في يوم من الايام ان شاء الله. مين من الفنانين اللي في الجيل بتاعك اللي طالعين، لان في ما شاء الله دفعه كده جديده كلهم شباب صغير توفي ليهم جميعا، مين انت شايفه لا ده مختلف او دي عندها حته مختلفه عننا تماما، انا يعني شايفه لها مستقبل بعيد؟ يعني جيسيكا حسام الدين. ده انت اجابه جاهزه. هل ده بناء على صداقتك او علاقتك بيها، ولا انت شايفه فعلا ان هي موهبه؟ انا ما شفتهاش في حياتي قبل كده، بس يعني انا بحب تمثيلها قوي، يعني بحسها بجد بتطلع رياكشنز مختلفه كتير، يعني اتفرجت عليها في كامل العدد ودلوقتي بتفرج عليها برغم القانون، لا بجد بحب تمثيلها بحبها قوي. فانا شايفه لها مستقبل ان شاء الله، وان هي مركزه في ده قوي وبتاخد بجد حاجات هي تستاهلها في المهرجانات وكده، لا انا بجد ببقى شايفاها مبسوطه. وانت بتقولي انتوا مش صحاب خالص، ما تقابلتوش قبل كده؟ لا. حلو ان يكون في الروح الحلوه دي. والله بجد، وفي السن ده بالذات، لان السن ده بيبقى اصلا يعني انت لو واحده لابسه نفس التيشيرت اللي انت لابساها في السن ده بالذات 17 سنه ده يعني فاهمه، فان انت طبعا تكوني شايفه حد من نفس سنك ونفس ظروف وكل حاجه، ولكن بتتنبئي لها يعني بمستقبل كده، والله فدي حاجه حلوه منك حقيقي، واكيد بنتمنى لها برضو التوفيق ان شاء الله. طيب مين مثلك الاعلى من الفنانات المصريين؟ مثلي الاعلى تحبي تتفرجي عليها كده تتعلمي منها حاجات؟ حاسه ان انت يا جماعه بجد بحسها بتعمل كل الالوان، هي بجد بتعمل كل حاجه، وانا بتفرج عليها من وانا صغيره، فانا بجد بحبها، بحس ان في الدراما هي عارفه تعيط، عارفه تتاثر، عارفه ازاي تزعل قوي على حد مثلا حصل له حاجه، بتعرف تضحك، يعني بشوفها مثلا بتبقى في نفس الفيلم بتعمل حاجات كتير قوي، وبتبقى ما شاء الله هي شايله الفيلم، لا بجد بتبهرني يا جماعه بجد بحبها قوي. اوكي. طب ولو اخترتي حد من غير الفنانة ياسمين عبد العزيز، لو في كاركتر انت نفسك شخصية تاريخية او معروفة تحبي تجسدي دورها، هتبقى مين؟ اجسد دورها؟ اديني طيب امثال كده، يعني مثلا في حد جالنا هنا قال لنا انا نفسي اعمل الاميرة ديانا مثلا، في حد قال يعني ديانا قالت لك ديانا دي بالنسبة لي انا اكتر حاجة نفسي اعملها، في حد تاني قال لك نفسي اعمل الملك فاروق، في حد جي عمل دليدة، مش دليد. يعني في شخصيات كتير جدا، سعاد حسني، كل حد بيبقى مثلا متأثر بحد معين ونفسه يقوم بشخصيته الحقيقية. اوكي. انا هقولك انا ليه سألت السؤال ده الصراحة،
عشان نفسي اعرف الجيل بتاعك دلوقتي شايف القديم ده لاي درجه. يعني الناس اللي بتجيلنا لو بيبقوا اكبر شويه في السن فيقول لك انا سعاد حسني اعمل دور الفنان احمد زكي، نفسي اعمل دور فنان نور الشريف، يعني القديم بتاعهم غير القديم بتاعنا، غير القديم بتاعك. فاهمه؟ فعايز اعرف انت حاسه مين اللي ممكن يبقى حابه تعملي الشخصيه بتاعته، حتى لو مش مشهور يعني اللي هو ممثل او كده ممكن يكون عادي في حياتي. يب. يعني لو عندك حد يعني يعني اوكي ماشي، ممكن نقول سعاد حسني فعلا. انا كنت بتفرج عليها وانا صغيره، هي اللي قالت مش مشهوره. لا لا لا، انا بتكلم اللي جه في دماغي، انا بتكلم اللي جه في دماغي يا جماعه. انا بسال عامه عشان لو جاي حاجه ثانيه اتوجعت شويه. لا لا لا، هي سعاد حسني انا بتفرج عليها وانا صغيره بجد. لازم اصلا لما جيت اقول قبل كده قدام حد ان انا بحب سعاد حسني قال لي انت اصلا تعرفيها؟ يعني مستغرب اللي هو ليه ما اعرفهاش. مين من الفنانين او الفنانات القدام اللي انت بتحبي تتابعيه؟ كنت بتفرج على شادية كتير قوي، انها كانت بتظهر قدامي، كل ما احاول الاقيها في فيلم اتفرج على الفيلم بجد. كان في فيلم بتفرج عليه كنت بحبه قوي، كان اسمه ايه ثانيه، اللي هو الزوجة 13. لا كان في فيلا كده وكلهم وكان تقريبا متجوز واحده كل شويه. ما هي ده الزوجة 13 تقريبا. ايوه هو ده، كنت بتفرج عليه كتير قوي كتير قوي. ده بيتعدي مرتين اصلا. عرفنا القناه اللي انت قاعده تتفرجي عليها بالظبط كده. طب انت ايه الجديد عندك بقى؟ الجديد دلوقتي في الجيل ده يعني؟ لا لا سيبك من الجيل بقى، في الاعمال بقى عند جودي بقى نفسها. اوكي، شغاله على حاجه دلوقتي ولا بنذاكر ولا في انهي مرحله دلوقتي؟ لا انا دلوقتي مخلصه تيتا زوزو ومن اسبوع مثلا، وكان ضغطه جامده قوي اصلا عشان خلاص هو كان بعدها مثلا ب 10 ايام هينزل، فكان ضغطه جامده جدا، وكنت بقى اصلا راكنه ثانويه شويه وكنت بقى مركزه على المذاكره مستنيه اخلص بس. كان كام يوم كده واخلص. خلصت ودلوقتي يعني مفيش حاجه يعني، عشان كمان مركزه قوي، ما بروحش مثلا اجدد الكاستنج او اعمل اي حاجه، وبشوفش اصلا اعلانات يعني، مش ماسكه التليفون اصلا. بس فتره كده ونرجع تاني بقى ان شاء الله. توفيق ان شاء الله يا جودي، والله انت نورتينا وشرفتينا حقيقي، اتبسطنا بيكي قوي النهارده بجد. اتبسطتي انت اهم حاجه. انبسطت قوي والله بجد، اتشرفت بيكوا جدا. ميرسي ليك يا جودي، شرف لينا حقيقي، يعني من نجاح لنجاح ان شاء الله. حلقه الويك اند انتهت دلوقتي مع فن امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. ويك اند سعيد عليكم كلكم، صباحكم زي الفل. كنتم مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.